وحد الحقيقة من زملاتك في المجلس سيد نائب سامر التلاوي ونائب رئيس نادي جمهورية شبين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ ازيك يا سيد النائب؟ ازي حضرتك؟ وازي وحشني. حضرتك، وبسلم على سيادة العميد ثروت وبشكركم على الاتصال الجميل ده. على ايه يا فندم؟ ده انت مشرفنا ومنورنا. يعني الحقيقه جمهوريه شبين بيتعاقد مع الكابتن رضا عبد العال، وكابتن رضا دايما وشه حلو على الفرق، وواضح كده ان انتوا يعني عندكم نيه السنه دي بشكل قوي انكم تعملوا حاجه مختلفه. حضرتك كابتن سيف، انت عارف والله ان مجلس الاداره ده فعلا فعلا مجلس بيجتهد لصالح النادي، بس يعني هو احسن حاجه فيه ان هو فعلا مش ما فيش في دماغه طموح الانتخابات، طبعا. فهو ده اللي مخلينا فعلا بنحاول ونسعد جماهير شبين على قد ما نقدر. فالحمد لله يعني احنا وصلنا، طبعا الكابتن ياسر كان معانا كتر خيره ويعني سابنا وراح نادي تاني، فالحمد لله ربنا كرمنا بالكابتن رضا. وانا قلت للكابتن رضا زي ما نزلتنا قبل كده، انت اللي هتصعدنا المره دي، وخدت منه وعد على كده يعني ان شاء الله باذن الله. عندكم وبنجتهد، كل طموح؟ مجلس اداره بيجتهد بصراحه، حاج عندكم احمد الخشن، استاذ محمود، يعني مصطفى كل مجلس بسيوني؟ اداره بيجتهد الحمد لله. ومصطفى بسيوني مصطفى بسيوني طبعا حبيب قلبي، يعني انت حبيبي. عارف ان هو اساسا من الحبايب كلها يعني. انا بس مش عايز اقعد اذكر اسامي عشان الناس ما تقولش طبعا ان احنا انما هم كلهم اخواتي كلهم، والكابتن سيف والحاج محمود الخياط والاستاذ محمود شوقي. استاذ محمود شوقي طبعا قمه في الاخلاق يعني، صحفي حاج كبير احمد طبعا. الخشن الكبير بتاعنا طبعا. اه طبعا. طبعا يعني ممكن نشوف جمهورية اتفضل. شبين في الممتاز. عندي امل كده ويقين ان شاء الله باذن الله ان المره دي هنعمل حاجه، في يعني عندي امل ويقين كده، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله وهنعمل حاجه. وانت عارف حضرتك ان احنا كمجلس اداره بنسيب المدرب او مثلا كابتن رضا هو اللي ايه هو اللي يدير الفرقه، ما بنتدخلش معاه غير في حاجات بسيطه قوي. فان شاء الله باذن الله انا بقول ان هو ده الصح وان هو ده الاسلوب اللي ينفع في الاداره، عشان في ناس فينا ليهم في الكوره وفي ناس فيهم في ناس فينا ما لهمش في الكوره. طبعا. فان شاء الله باذن الله عندي امل المره دي ان هو ان شاء الله باذن الله الكابتن رضا زي ما قلت لحضرتك، زي ما نزلنا الجون بتاعه اللي نزلنا الاخير ده، فمن أي من 94 تقريبا او من 96، فعندي امل ان احنا نصعد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا فندم، ربنا يوفقكم كده ويوفق جمهوريه شبين، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في الممتاز ان شاء الله. دعواتك لينا يا كابتن وما نحرمش منك، ربنا يخليك يا وميرسي فندم، على المداخله الجميله. شرفتنا ونورتنا، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سياده النائب سامر التلاوي، نائب رئيس نادي جمهوريه شبين والنائب البرلماني طبعا.